استناني شوي. عندي يا عصفور، يا ويلي رحمت. بعد لو سمحت. يلا تفضلوا. صحة وعافية. شو بتحبوا تاكلوا؟ اثنين برك بالجبنة واثنين برك باللحمة كمان. أهلا وسهلا. شو بتشربوا؟ كاستين شاي. ماشي. اثنين برك بجبنة واثنين برك بلحمة وكاستين شاي. حاضر. كيف الأمور؟ عم تتعذبي شي؟ الأمور هون ممتازة والزباين مرتاحين. طيب وأنتي مبسوطة؟ طبعا، ليش لأتضايق؟ ماشي، معناتها رح قلك على شغلة. شو رأيك تشتغلي هون على طول؟ يعني بتديري بالك على المحل وانتي سريعة. ما بعرف يا ترى بقدر اشتغل؟ ليكك عم تشتغلي. اتفضلي، الطلب جاي. جاي. عزيز، انتو استنوني هون. إليف، ما عندك لا ضمير ولا كرامة؟ جاوبيني، انا كيف بدي امنك على ابني؟ امتى ما دورت عليكي بلاقيكي بالشوارع؟ شو عم تعملي هون بنص الليل؟ انا عم بشتغل هون وحاجة تعيط علي، بعدين لسألك وشو تيجي تحاسبني؟ ايه ماشي اشتغلي، انا هلا بورجيكي. عزيز يلا روح من هون. شو عم بيصير برا؟ زوجي ليف برا وقاعد عم عيط عليها. ما رح استنى المحكمة ولا يوم، رح اخذ ابني فورا. عزيز وقف. عزيز اسمعني، انا عم لك وقف وقف. ديني العي. عزيز مشان الله لا تعمل هيك، انا ما بتحمل عيش بلا ابني، والله بموت. بالناقص منك، ما بدي اترك ابني معك. عزيز ايه ما بدك تقول لاختك الصغيره اهلا وسهلا؟ عزيز عزيز وقف، لا تروح تاخذ ابني. عزيز يا الله، مشان الله حدا يساعدني، دخيلكم بده ياخذ ابني. عزيز لا، عزيز لا تعملها، اترك لي ابني ابني. مشان الله يا عالم حدا يساعدني. اركبي بسرعة يلا. تخيل بده ياخذ ابني مني، بده يحرمني منه، انا بموت بلا ابني، ما بتحمل اعيش بلا. خلص اهدي شوي، اكيد رح نلاقي حل. انت اهدي هلا وفكري منيح. وبشو بدي افكر؟ انت ما بتعرف هدول الناس قوايا كتير، ما عم بقدر عليهم، عذبوني وكسروا لي ظهري. Thank you.
شايفين؟ نيفين؟ رنا خانم؟ جيتي لهون، لك أنا ما قلت لك، أنت ما رح تقدري تديري بالك على ابني. عزيز وينه ابني؟ لو سمحت قلي. ابني مات، مات بسببك، أنت قتلتيه، أنت القاتلة المجرمة. لا. شوف إبراهيم أبدا. واقف عزيز، لا تعمل هيك عزيز، مشان الله بكفي، اسمعني شوي عزيز، بكفي بقى كرمال الله اتركه لابني. تعال يا ابني تعال. عزيز واقف، لو سمحت ما فيك تاخده لابني، بترجاك واقف. سهيلة بسرعة روحي جيبي حدا من الشرطة لهون. ماشي. عزيز عم اقول لك ما فيك تاخده لابني، استنى رح اجيب لك الشرطة. ما في شرطة هون، وين الأمن اللي بالمستشفى؟ فهميني شو الموضوع. جوز إليف بده ياخذ الولد منا. تعالي معي. شو بدك تقولي للشرطة؟ اه؟ رح تقولي هالرجال عم يخطف ابنه؟ ولا رح تقولي لهم ما بعرفه ابدا؟ اه؟ بتعرفي شو رح يصير وقتها؟ رح ياخذوا الولد منك وبحياتك ما عاد تشوفيه، واصلا انا ما عاد اسمح لك تشوفيه. انت عم تحكي هيك مشان تخوفني، ما حدا بيقدر ياخذه مني انا امه. بس امه بدها تربيه بخرابه. لك الولد كان رح يموت بسببك. انت عم تكذب. إليف بكفي بقى، انت ما بتقدري تربي ولد. يا بتخليني اخده برضاكي هلا او غصب عنك. كل يومين ثلاثه وبثبت اني ابوه، وما عاد خليكي تشوفيه طول عمرك، فلا تمنعيني. تفضل هذا هو. شايف عم يخطف الولد. شو عم يصير هون؟ سألوا أمه. إليف شو بك ساكتة، ليش ما عم تحكي؟ هذا ما عم يتركها بحالة. ولك أنت شو دخلك بكل هالقصة؟ شو بدك تساوي ها؟ عزيز بكفي. يلا طلعوا تخانقوا برا، إذا في شي مشكلة احكي يا خانم. احكي إليف، عندك مشكلة؟ إليف شو بك ما تحكي؟ قولي إنه عم يخطف ابنك. إليف لا تخافي منه أبداً، هذا أبوه وحقه ياخد إبراهيم. عم ياخده دي شوف ابني.
أخذتني وراح. خلص حبيبي، حاش تبكي يا عيون التاتة، يلا اشرب لك شوي. عزيز ليك ما عم يقبل ياكل شي، حرام عليك، الولد بده أمه. ما عاد بدي اسمع بسيرتها، إذا عم تتضايقي منه أنا بدبر راسي. أعطيني الولد، يلا أعطيني إياه. عزيز يعني أنا بشو غلطت هلأ؟ تعالي قلبي. عزيز تجاوزت حدودك كتير، يلي عم تعمله غلط. شايف الولد رح يطق ويموت من البكي، لازم يبقى مع أمه. لا إذا بقي مع أمه بيموت، عم تتركه مع مين ما كان وتروح. بس المخلوقة أمه كيف ما كان، قنعها واعطيها مصاري اللي تربيه منيح. ليك بابا، هذا الموضوع تسكر، إذا متضايق من قعدتنا بالبيت هلأ باخد ابني وبروح بعيش بغير مكان. دخيلك يا ربي. لو سمحتي شفتي سهام شي؟ المدام سهام طلعت الصبح بكير من البيت. هاي وين راحت من الصبح؟ قالت لك شي أمي؟ ولك الله يلعنك على هالحالة، تضربي على هالبهدلة. شو هالمكان الزبالة؟ كيف عايشين بهالمكان؟ وين بيتهم يا ترى؟ إليف اشربي كاسة هالشاي. يسلموا ما بدي. طيب ما بدك تروحي على الجامعة كمان؟ إليف هلكتي حالك من امبارح المساء، لو سمحتي لا تعملي هيك. ما قدرت دير بالي عليه، أنا ما قدرت. إيه كل الحق علي أنا، لو سمحتي سامحيني. لا مو ذنبك، أنا الغلطانة، أنا اللي بإيدي عطيته الولد. إليف يعني إبراهيم عند أبوه ماله بالشارع، أنت ليش متضايقة ومزعوجة؟ لأنه يلي مخوفني ابني عند هديك المرة سهيلة، ابني بحضن هديك الحية. أنا ما عاد أقدر أتحمل، حاسة إني عم بختنق، ما عاد أقدر أتحمل. بس ما يضيع عذابي على الفاضي وما أستفيد من جيتي لهون. معقولة هون ساكنين؟ رح أعرض عليك عرض غير شكل يا أليف خانو، يا ترى رح توافقي عليه؟ ولا ما رح توافقي؟ المشاكل رح تروح وتنتهي.
اجت مربية ابني. سهام حلو كتير. زتيتي الولد فوق راسي وحضرتك نايمة مرتاحة كتير مو؟ عمتي شايفتك مبسوطة كتير بهالعيشة. شو بدك سهام؟ احكي ابني صار له شي؟ لسه ما صار له شي بس ممكن يصير له عن قريب، يعني الحل بإيدك. بدي أخذ وصاية ابني بأسرع وقت، لازم نربح القضية. بس أنت قايل لمرتك ما في محكمة. اضطريت إني كذب عليها، كنت مجبور، وإلا كانت رح تأخذ ابني على هديك الخرابة. فهمت عليك سيد عزيز، معناتها لازم تسجل الولد باسمك بأسرع وقت، وبعدين كل شي سهل، وكتير واضح وضع الأم، ما عم تقدر تربي الولد. شو منشان قضية الأبوة؟ الشغلة بدها شوية وقت، يعني ما بين تحليل الدي إن إيه والمحكمة، لازم تصبر شوي. بس ما في عنا وقت، لازم نحلها بسرعة. وشهادة الميلاد مع إليف مستحيل تعطيني إياها. على كلين أنا مستعد أعمل أي شيء كرماله لأبني. حاجتك حكي فاضي، ما لي حل أتخانق معك من غير شيء، قلبي عم بيحترق. آه شو هالحكي؟ لك أنت ما بتخجلي تحكي معي بهالطريقة. طلعي فيني، بتروحي وبتاخدي ابنك من وشي فوراً، من امبارح عم يبكي نفخ لي راسي، جاي عبالي اخلق او اخلص منه. اصحك يا ويلك تقربي منه، والله اذا بتقربي منه لموتك واذبحك. لكن اذا بدك ابنك ما يتأذى تعالي شيلي من بين ايدي. مفكرة اني مبسوطة بهالوضع؟ زوجك عزيز هو اللي ضغط علي واخذ ابني غصبا عني. في طريقة لتاخدي ابنك من عزيز، شغلي مخك شوي. ماشي مفهوم. هلأ عزيز ليش بده هالولد؟ وشو بده يكون؟ لأنه ابنه وبده إياه. طيب وإذا عرف إنه ماله ابنه، يا ترى ساعتها رح يضل بده إياه؟ أنت شو عم تقولي سهام؟ فهمي يا غبية، بس تقولي إنه الولد ماله من عزيز بتخلص القصة. الحل بسيط، تحكي لعزيز إنك خنتي. ليش أنت شو مفكرتيني؟ لو شو ما صار أنا ما بجيبك عار لابني. أنا مستحيل وقع بفخك، بموت وما بخلي حدا يقول عني عديمة شرف. يلا نلعي لبرا. الحق علي لأني إجيت لعندك، بس أنت خليكي عم ترفضي هيك فرص ماشي؟ وهلأ انبسطي لأنك رح تدفني ابنك بشرفك وعزة نفسك. أوعك تقربي من ابني، أنت ما عندك ولا شوية ضمير؟ اسمعي، أنت بعد كم شهر رح يجيكي ولد، ما بتخافي يوم الحساب تتعاقبي على عمايلك؟ أنا ما عندي لا ضمير ولا بطيخ، وما بخاف من شي. بتاخدي ابنك من فوق راسي بأسرع وقت، أنا ما بقدر أتحمل، صدقيني بخنقه. ابني ماله ذنب، لساته صغير كتير. دخيلك يا ربي بكفي، رحموني أنا ما عاد أقدر أتحمل. بكفي، ابني صغير ما بيستاهل. أمي ساعديني، أنا رح أموت يا أمي، حاسة روحي عم تطلع. ابني لساته صغير، لساته صغير. ألو زكي، هاي أنا سهام، بدي أحكي معك بموضوع صغير. تعال حديقة بشوفك ومنحكي. يلا قومي لشوف، يلا قومي وامشي، سمعينا صوتك. لكان كل هالفترة كنت عم تكذبي علينا. ضروري اقتل شي حدا لحتى حضرتك توقفي على رجليكي. بيوجعك؟ انت عم تتوجعي؟ قدرات. شو بدك؟ شو عم نستنى لنتزوج؟ لحتى توقف على رجليها وتحكي؟ بلا سخافة، يعني يا دوب قدرت تمشي خطوتين. قلت لي خطوتين؟ انت شو عم تحكي؟ عن قريب كتير انجي رح تصير تنزل من الدرج وتقلنا صباح الخير، ورح تقعد معنا على صفرة الفطور كمان، ورح تصير تشرب معنا قهوة الصبح. شو رأيك؟ هلا ما سمعت الدكتور؟
طبيعي يصير معها هيك ردات فعل كل فترة. أنا ما دخلني بهالأمور هاي، ما دخلني لهون وبس. أنا ما عاد أقدر أتحمل هالإهانة بنوب، بتلاقي حل هالموضوع فورا. أمي كنت رح أتصل فيكي، كيف صار إبراهيم؟ يا عمري الولد عم يبكي وماله مني، أنا رح أخذه على المستشفى هلأ. طيب شبه خير؟ والله ما بعرف، بس هو عم يبكي كتير من الصبح، ما سكت ولا لحظة واحدة. يا ريت شفته قبل شوي كيف غشي وهو عم يبكي، انقطع نفسه وازرق لونه كمان. طيب أمي أنت خديه على المستشفى وأنا لاحقكم لهنيك، خديه بسرعة ماشي؟ طلع فيني، لازمني شب مشان خطتنا التانية، بس بدي اياه يكون شخصية وطويل وحلو كتير، يعني لا تجيبه بشع مثلك انت. انتي ما بتتعبي كل يوم بتخططي لشي؟ بس حبيبتي انا بفضل هاي الخطط وصلت لهي المرحلة، غلط شي وهي اخر خطة. طيب وشو بدك من هالشب؟ شغلة بسيطة، انا بدي من هالشب يكون مثل خيالة لإليف، يعني بالسوق وبالشارع، يعني وين ما راحت لازم يضل يلاحقها، وإذا بيلاقي فرصة مناسبة، قصدي إنه يمسك إيدها أو يحاول يقرب منها، يعني مثل العشاء. طبعاً لما بيكون عم يعمل هيك أنت بتكون عم تصورها. يا عيني حبيب إليف الخيالي، ما لا خيال ولا شيء، بس بدي عزيزي يشوف صورة مع هالشب. تفضل. أهلين بنتي، عدو. عمي نجاة شوفي، ليش طلبت مني أجي لعندك؟ عزيز رفع قضية أبوة لابنه. لا مستحيل، حكينا بهالموضوع بالمستشفى، قال لي ما عاد في محكمة أبداً ورح يسحب هالقضية. ما بعرف يا بنتي، معناها ما وفى بوعده. عزيز ما بيعمل هيك ابنه، مو معقول. انت لازم تتوقعي اي تصرف منه، اكيد رح يرفع قضية وصاية على الولد، واذا وصل الموضوع للمحكمة صعب تاخدي ابنك، وبوضعك ما في ولا قاضي ممكن يعطيك الولد. عمو نجاة، فيني اترك امي عندك لأرجع؟ انا لازم روح احكي مع عزيز. تكرم عينك يا بنتي، لا تاكلي هم. امي انا لازم روح واخذ ابني من عزيز. شو بالولد؟ اه مرضان شي؟ انت شو عرفك؟ الولد ماهدي، فقلت له انه تجي. انتي امه لهالولد؟ لا مو امه، انا عم ربيه لحالي. الولد لازم يرضى حليب من امه، ما عم بيتقبل الصناعي، او لازم تحاول تطعميه باي طريقه. بس اذا ضل على هي الحاله لازم تجيب له شي وحده ترضعه، لانه اذا ما تغذى منيح ممكن نضطر ننيمه بالمشفى. بدي الهوية مشان التسجيل. لسه ما سجلنا. طيب أنا هلأ رح أكتب له الدواء، بس حل هالموضوع بأسرع وقت، لازم تسجل الولد على اسمك. ما بعرف مين هالرقم، خدي ردي. ماشي الحمد لله. نعم. الو بدي احكي مع عزيز. اوه إليف خانه، هي انتي؟ اعطيني عزيز لاحكي معه. انا بعتذر كتير لانه عزيز مشغول هلا، نحن بالمشفى عم نحكي مع الدكتوره، الولد مريض صحيح؟ انتي ما عندك خبر مو هيك؟ انتي شو عم تقولي؟ شو بابني؟
المسكين ابنك على الأغلب رح يموت من الجوع. بالظاهر ما رح أقدر أعمل شي لأنه رح يموت لحاله. أعطي التليفون لعزيز بسرعة. لو إنك قبلتي بالعرض تبعي لكان ابنك حبيبك على حضنك من زمان. بس رح تقولي له كلمة واحدة، بتقولي له أنا خنتك. يلا عيديها وراي، خنتك. أنا خنتك. ما رح تقدري تضحكي علي، أنا مستحيل وافق على هالشي، عم تفهمي؟ أصبحوا أنت كمان مستحيل تقدر تشوفي ابنك بعد هلأ، مفهوم مو؟ مين سهام؟ مو مهم. إليف عم تسأل عن الولد. إليف؟ عزيز شو بو؟ ليش أخذته على المستشفى؟ أنا لازم شوفك بسرعة. عزيز لا تساوي هيك كرمال الله، اللي جيبوا الولد. عملي مثل ما عم قلك. عزيز ماشي، بس جيب معك إبراهيم لو سمحت. ألو عزيز، عزيز بس إيدك جيب ابني معك، لا تحرموني من ابني. خلصنا يا روحي، والله حرام عليك تعمل هيك بالولد، بكفي خده لعنده مشان ترضعه، يعني شو ما كان بس بالنهاية هي أمه. أنا رح راقب من هون وانتي روح لعندها. متأخر الباص كتير. ايه رح نستنى كمان. استغفر الله العظيم. عن جد انا ما عم افهمها لإليف ابدا. يعني معروف مين أبوه وأمه لهالولد، سجليه بالنفوس وخلصينا. عن جد حرام يلي عم تساويه بالولد المسكين. انت خليكي بحالك ولا تتدخلي بشي ما بيخصك. أنا مخطط لكل شي ورح خبرك شو اللي عم يصير هلأ. إليف خايفة كتير إني أخذ الوصاية على الولد، لهيك ما عم تقبل تسجله بالنفوس. إيه وكيف رح تقنعها لتسجل الولد؟ لتكون ناوي تعطيها إياه؟ إليف هيك رح تفكر. كيف يعني؟ لتكون ناوي إنك تكذب على إليف؟ كل هذا الشيء من شان مصلحته. إليف ما بتقدر تربي ابني وهلأ ما لها حاسة على حالة. رح يجي يوم تتشكرني على الشيء اللي عم أعمله. وإنتي أصحك تساوي شيء وتخربي الخطة، عم تفهمي؟ معقول؟ ليش أنت ما عندك ثقة فيني؟ ليش عم يلحقني؟ انت خليكي بالسيارة ماشي؟ واصحك طالعي الولد. إذا اتفقت مع إليف بخليها تشوفه. فهمتي علي؟ انت لا تاكل هم. جاي على بالي اخنقك هلا وارتاح منك انت وامك. مرحبا يا حلوة، بدي اقول لك على شغلة. انت شو عم تساوي له؟ بدي نتمشى سوا. استغفر الله، ما لي ناقصتك، شو انت مجنون؟ يلا روح من هون بسرعة.
هي إليف مو؟ استني إليف؟ مين هاد؟ ما بعرف، واحد قليل أدب كان عم بيتحرش فيني، استغفر الله العظيم. مين هاد الحقير؟ خلص واقف، مو وقته هلا، اصلا هرب وانقلع، عنا شيء اهم. هلا قال لي انت جبت لي ابني معك؟ هي اجت الهبله. تعرف انه امك هبله وغبيه؟ بس استنى شوي، لسه رح اعمل فيها العمايل، انا ما رح ارحم بنوب. عزيز شبك انت؟ احكي، وينه ابني؟ ليش ماله معك؟ قل لي. لا تخافي، مثل ما قلت لك ابراهيم مع سهام بالسياره. كيف؟ عزيز انت كيف تأمن على ابني مع هديك الحية؟ انا بورجية. تعي لهون، بالاول لازم نحكي ونتفق، وإلا ما فيك تشوفيه. انت نسيت انه هديك المرة خطفت ابننا؟ كيف بتأمن ابننا عند وحدة ما عندها ذرة اخلاق؟ تعرف انها عم تهددني طول الوقت؟ حتى بتعرف اخر شي شو عرضت علي؟ لك بكفي حاج تحكي، مو هاد موضوعنا هلأ. خليكي شوي لحتى نحكي بالمهم. إلي لشوف أنت صورتها؟ ها؟ ممتاز، برافو عليك، خليك مثل ما اتفقنا. عم اتعذب كتير بمعاملات الولد، على المشفى ما عم اقدر اخده، واليوم الدكتورة ما كانت رح تكتب له الدواء. لا تخليني اتعذب واعمل تحاليل، اعطيني شهادة الميلاد وخليني سجله بالنفوس. إليف أنت عم تسمعيني؟ لا أنا بنوب ما عم بسمعك. كل عقلي مشغول بابني، ما رح أعطيك شهادة ميلاده لابني لأني ما بثق فيك. طيب أنت بمين بدك توثقي يعني؟ لك أنا بكون أبوه للولد. شوف حالك، أنت عم تشفع علي وأنت رح تاخد ابني مني؟ فوقه كمان رافع علي قضية وصاية. من وين جبتي هالحكي؟ مستحيل أعمل هيك. معناتها شو هاد لك؟ اللي شو هاد؟ هي آخرتك يا سهام، قاعدة وعم تهزي ابن عدوتك؟ ولك سكوت سكوت، جاي عبالي كبك من الشباك واخلص منك. هذا عملته بعد ما اتخانقنا مع بعض بالجامعة. انا فورا ممكن اسحب هاي الدعوة. ليش ما عم تخليني اشوف ابني وضمه لحضني؟ يعني نحن صرنا أعداء هلا؟ لهالدرجة رخيصة عندك أيامنا؟ ولا لتكون نسيت إني أنا أم ابنك؟ مستحيل تقدري تربي ابني منيح، بس أنا بوعدك بس تزبطي وضعك رح أعطيك إبراهيم تربيه، بوعدك. اشتقت له لابني، بدي شوفه. بدك تشوفي ابنك؟ حابة إنك ترضعي إبراهيم؟ شايف يا فصعون؟ أمك وحدة كتير غبية. أعطيني ابني. أي دخيلك، يلا خدي وريحيني. ابني حبيبي يا روحي ونور عيوني، بدك تاكل يا قلبي؟ أنا يا روحي أنا، بس حبيبي حاجتي بكيف. بكفي يا عمري بكفي. نحن اتفقنا، أنا وإليف رح نروح على النفوس. كتير منيح، وأنا جاية كمان مشان ساعدكم بالإجراءات. تمام، إليف بسرعة شوي مشان ما نتأخر على النفوس. إبراهيم يا روحي اشتقت لك كتير، تعال لحضني يا عيوني. غلطتي غلطة كبيرة لأنك رفضتي طلبي، للأسف رح تخسري الولد عن قريب. خلي ألعابك الوسخة لإلك يا سهام خانو، رضي يعطيني ابني، اتفقنا اليوم. بتعرفي أنا بحياتي ما شفت وحدة غبية مثلك. عزيز رح يعطيك الولد؟ ايه مبروك. بتشوفي، تحكي قد ما بدك، عم قلك اتفقنا، وافق يعطيني ابني
بس لأستأجر بيت وزبط وضعي. أي برافو. يلا يا ابني، يلا يا عمري. أنا ولك عزيز عم يضحك عليك. صدقيني ونحن جايين بالطريق حكى لي كل شيء، ما أنا ناوي يعطيك الولد. أنت مضطرة إنك تتفقي معي، لأنه هلأ وبعدين مصير هالولد للأسف رح يكون بين إيدي أنا. وطبعاً أنت بتعرفيني منيح، مستحيل أأذي بنوب. لا مو لهالدرجة، عزيز ما بيعملها، رح يرجع لي ابني. عم قلك لسه اليوم الصبح حكى مع المحامي قدامي ليربح قضية الوصاية على الولد. بالأول لازم يسجلوا على نفوسه، لهيك عم يعاملك منيح. وحتى نبهني وحذرني إنه ما أحكي لك أي شيء. ما عندك حل تاني بنوب، بس قلي له إنه الولد معنا منك وانتهت القصة. إذا ضل بخلقتي بالبيت بخنقه، عم تفهمي؟ بخنقه. عزيز، إليف عم تهرب. إليف تعي لهون. إليف وقفي، لا تهربي. إليف، إليف رجعي ابني بسرعة. عزيز شو عم تقول انت؟ صدقني انا ما بعرف مين هاد، صار له من الصبح عم بيلاحقني. بكفي بقى، ما عاد اتحمل كذبك، اعطيني ابني. بقولك خلصي، لا تصرخي. تعالي اجي ساعدني. وقفي، ما رح اعمل لك شيء. بدك وقفي. بعد عني يا حيواني عظيم الشرف. عن جد هالرسالة هي قوية كتير، رح تخليه جن. مش الحال، وهذا هو المطلوب. عزيز، لك شو هالحكي هاد؟ امي شو هاد المكتوب هون؟ هاي سخافات وحكي فاضي.